هتكلم على ايه؟ مش هتكلم على الصعيد الادبي او مش هتكلم على الصعيد المهني، بس حقيقة انا كانسان سعيد وفخور بان انا قابلت في حياتي دكتور امير شكري. اكيد كلنا تعاملنا مع هذا الرجل بشكل او باخر، وعرفنا قد ايه بني ادم ضيف، وعرفنا قد ايه بني ادم دغري، وعرفنا قد ايه بني ادم بيحب الخير للناس. وانا على الصعيد الشخصي يعني من الشخصيات، في شخصيات كتير بتدعى الواحد، بس هو من اكثر الشخصيات اللي داعمه البني ادم وبيحفزني بشكل مستمر وبقلب وبروح.